تقبلو وفدي 80 سنة وهذا السنة الناس ديالها هجموا علينا وضربونا. هذا الرئيسة عندنا المشاكل معها وأنا المرأة خضيرة فدي 80 سنة وخاصة تعبينا فدي 80 سنة وخاصة تعبينا الأرض ديالنا وهجا الناس ديالها هجموا علينا من أول حتى من آخر. بنا شوية خذالي بالراجل ديالي والدمع وخاصة هذاك على تستولى على ابني وحنا ناس مساكن وساكنين بحدنا وما جابتنا ناظر وما جابتنا حتى شي حاجة والله ينصرفين. هذا الرئيس هذا جماعة ولاد علي منصور جات عندنا مشى لصلاحنا الأرض وهي جات طيحت علي الدار وطيحت علي كل شيء وجمعت علي الماء ولو ما كان خصها عاود حي هذا الشيء بالناس ديالها جوزوا علينا في الوقت الكفايس ضربونا وقلقنا بين الراجل في عنقه ولو ما عاود خصها تحيي هذا الشيء هذا وحنا ناس مسافرين ما حنا ما قدرنا نتداعوا ما حنا ما قدرنا حتى نقرا حتى شي حاجه والله ينصر سينا صافي عاقل. تولات على بني وبني بعشرة النفوس وخاصها تعدينا الحبس وما عمرنا ما دعمها حد ما الرئيسة الجماعة وبغات تستولنا على الكاريان تعبي الكاريان وتستنفع من موراه وحنا ناس مساكين وجو العائلة ديالها والناس ديالها كلها وحنا ناس مساكين احنا ما قدرنا ندعم وحنا ما قدرنا نقول حتى شي حاجة. هي رئيسة الجماعة وعندها السلطة وعندها خاصة تستولينا على الكريان ديالنا وحنا ناس مساكن هي عندها المعرفة وحنا ما عندنا حتى واحد عندنا الله الله ينصر سنا عندنا بابنا يوقف معنا يشوف من حنا والله ينصر سنا الله يشافيه الله يكافي مع 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 الأمة ديالنا كلها سرسنا قلنا التحقيق وشوف من حنا في بلادنا والله ينصر سنا حسينا بالحكرة في بلادنا والله ينصر سنا.